اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. زي ما حضراتكم شفتوا دايما هنبقى معانا مثل هذه التقارير علشان حضراتكم تعرفوا ان احنا دايما موجودين ودايما لعيبه النادي الاهلي هتفضل تدافع عن اسم النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي هيفضل يدافع عن اسم النادي الاهلي وكل الناس اللي موجوده وشغاله في هذا النادي وفي قناه النادي الاهلي مش هيعملوا حاجه غير ان هم يدافعوا حتى اللحظات الاخيره النهارده عندنا مين في ملعب الاهلي؟ الحقيقه عندنا ثلاثه من النجوم الكبار اللي هيحللوا معانا هذه المباراه. هنتكلم عن ما قبل المباراه وما بعد المباراه ان شاء الله، ولكن ثلاثه من النجوم الكبار هيكونوا معانا النهارده. واحد من نجوم مصر والنادي الاهلي السابقين الكابتن ماهر همام، واحد ايضا من نجوم مصر والنادي الاهلي السابقين كابتن شريف عبد المنعم، وواحد ايضا من نجوم مصر والنادي الاهلي كابتن محمد حشيش. ثلاثه النهارده هيكونوا معانا عشان نحلل هذه المباراه من الناحيه الفنيه. هنقول لحضراتكم ماذا كيف سيلعب النادي الاهلي وكيف سيلعب شبيبه الثوره الجزائري في هذه المباراه اللي ان شاء الله نتمناها ثلاث نقاط للنادي الاهلي. الحقيقه قبل بس ما اتكلم مع حضراتكم عن المباراه النهارده، معلش انا لازم بس افتح التليفون علشان في حاجه مهمه جدا جات لي من بعض الاصدقاء وهقراها لحضراتكم على الهواء مباشره. انا دايما عندي كده حاجه بعملها ان انا بقول للناس كل حاجه من خلال، الصراحة حاجة مهمة جدا وحاجة لازم تكون ما بين المذيع وجمهوره. الحقيقة البعض بيقول لي ايه؟ بيقول لك، واحد بعت لي على تويتر بيقول لي يا كابتن اسلام، بيقولوا ان الكابتن اسلام بيغلط في كابتن شوبير بلفظ المصلح الاجتماعي وبيعمل فتنة وغيرها وهيولع وعايز الدنيا تولع عشان الدنيا تولع على ناس معينة. فطبعا انا الحقيقه ما بتفرجش على قنوات اخرى، في بعض القنوات طبعا بتفرج عليها، ولكن في قنوات معينه الواحد ما بيتفرجش عليها الحقيقه ولا بيحطها في دماغه. فلقيت حد كذا حد بعت لي مسجز بالمعنى دي. ف اللي انا عايز اقوله بس في هذا الموضوع، لانه الكلام ده اتقال امبارح او اول امبارح في احدى القنوات المؤجره، اتقال ان احنا هنا في برنامج ملعب الشاطر بنغلط في الكابتن شوبير. الحقيقه الموضوع ده غير صحيح ولا من قريب ولا من بعيد. خدوا بال حضراتكم دايما وانا بتكلم انا ببقى عارف انا بقول ايه، وبيبقى فيه هناك اتفاق ما بيني وما بين كل التيم اللي معايا، التيم الاعداد اللي موجود معايا، ان احنا هنتكلم في ايه وما يخص النادي الاهلي، وما بنحبش نتكلم في حاجات بره ما يخص النادي الاهلي. ف حضراتكم وانتم بتتفرجوا لازم تبقوا واخدين بالكم من الكلام اللي انا بقوله. انا مش بقول طبعا لجمهور النادي الاهلي، ولكن انا بقول للناس الثانيه اللي هي مش واخده بالها انا بقول ايه، او مش واخده بالها ان انا لما باجي اتكلم بتكلم وببقى واخد بالي كويس قوي انا بتكلم ازاي وبتكلم اقول ايه. الحقيقه لما قلت على موضوع المصلح الاجتماعي، والموضوع ده انا شفت ان هو ساب اثر كبير جدا في الناس، ناس كتيره جدا اتكلمت معايا في هذا الموضوع. قلت لهم انا كنت بتكلم على شخص عمره ما لبس شورت ولا فنيلة، وهو كابتن شوبير كابتن مصر والنادي الاهلي ما لبسش شورت وفنيلة. وريني كده سمير ايه اللي حصل في هذا الموضوع، وخلينا نسمع برضو الكلام اللي احنا قلناه في الحلقة ما قبل السابقة بخصوص هذا الموضوع. جماعة بس الناس اللي طالعة المصلحين الاجتماعيين الرياضيين، من فضل حضراتكم خليكم في حالكم، بما انكم ما اتكلمتوش خلال السنه الماضيه في اي شيء، فمن فضل حضراتكم خليكم في حالكم وابعدوا عن النادي الاهلي. لان الناس دي اساسا ما لبستش شورت، الناس اللي طالعه تتكلم دي ما لبستش شورت، ما تعرفش يعني ايه اسم النادي الاهلي، ما تعرفش يعني ايه قيمه النادي الاهلي. فعشان كده من وجهه نظري طبعا ان المصلحين الاجتماعيين دول خليهم في بيتهم. احنا النادي الاهلي يعلم تماما ماذا يفعل. انا مش هقول اكتر من كده، بس انا حبيت ان انا اوري لحضراتكم الفيديو ده لانه فيديو مهم جدا. الناس اللي طالعه تتكلم اي كلام تاخد بالها من الكلام اللي انا بقوله، مش هتعرفوا توقعوا ما بيني وما بين حد انا بحبه او هو بيحبني او هو بينه وبين النادي الاهلي شيء جيد وعلاقه جيده، لانه في النهايه انا باخد بالي جدا جدا من كل كلمه انا بقولها، وعارف كويس جدا ان انا لما باجي اتكلم بيتفرج عليا ملايين. واحنا مش هنغلط، واحنا ما بنغلطش، خدوا بال حضراتكم، او يعني على قد ما بنقدر بنحاول ان احنا ما نغلطش، ومش هتشدونا للغلط، مش هتشدونا للغلط، لما نعوز نرد هنرد،
لما نعوز نتكلم هنتكلم، احنا لما نعوز نرد هنرد، لما احنا نعوز نتكلم هنتكلم، غير كده ما حدش هيجبرنا ان احنا نعمل حاجه. انا بس حبيت اوريكم حاجه بسيطه جدا بخصوص هذا الموضوع علشان الناس اللي بتقعد بس تتكلم وبتصطاد في الميه العكره تاخد بالها. يا جماعه اتفرجوا كويس، اتفرجوا كويس، مش عارفين تتفرجوا خلاص بقى، وبعدين شيلوا النادي الاهلي وقناته والناس اللي فيه من دماغكم، اشتغلوا على اللي انتوا عايزينه او على النادي بتاعكم او على الطريقه بتاعتكم او على اسلوبكم، على اعملوا اللي انتوا عايزينه في ناديكم، ابعدوا عن النادي الاهلي، ابعدوا، خشوا في انديه تانية لو عايزين، لكن انا بتكلم على ان انتوا تبعدوا من فضلكم عن النادي الاهلي، لان محدش هيسكت في هذا الموضوع. ركزوا بقى في النادي بتاعكم، ما تركزوش معانا احنا، والله ما بنتكلم على حد ولا هنتكلم على حد ولا هنغلط في حد، كل الناس فوق دماغنا، اللي بيحترمنا هنحترمه واللي هيتكلم علينا مش كويس هنتكلم عليه مش كويس برضه. فمن فضل حضراتكم خدوا بالكم حتى من الكلام اللي انتوا عايزين تقولوه، انتوا عايزين تولعوا الدنيا وخلاص، ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش. عندنا ماتش مهم، يعني خلينا نتكلم في الماتش احسن، لكن انا حبيت ان انا